السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحال بجامعة الإسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. بنبدأ على بركة الله في مقرر الأحياء الدقيقة، والحقيقة المقدمة دي هتكون خاصة بكل علوم الأحياء، لكن هي موضوعة حاليا في الجزء الخاص بالأحياء الدقيقة. الأهداف، محتوى المقرر بتاع أحياء دقيقة زي ما احنا شايفين مع بعض، بنتكلم على الكائنات الحية مقدمة ليها، وهو ده الجزء الخاص بالفيديو ده وتصنيفها، وخاصة الكائنات الدقيقة. ثم بننتقل إلى باقي المقرر، لكن النقطة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة هي النقطة الأولى اللي هي مقدمة عن الكائنات الحية وكيفية تصنيفها وخاصة الكائنات الدقيقة. الوحدة الأولى اللي هي المقدمة حقيقة بيبقى ليها أهداف، أي وحدة بيبقى ليها أهداف. فلما بيجي نتكلم على أهداف الوحدة دي، ده معناه إن الطالب أو الطالبة في نهاية المحاضرة بيبقى قادر على إنه يعدد، يعني يقول الصفات الخاصة والخصائص بالكائنات الدقيقة، تفسير أسس تصنيف الكائنات الدقيقة أو الكائنات الحية عامة يعني، وبنوصف بعض أمثلة لهذه الكائنات، وإذا كان في رسومات بيبقى بيكمل البيانات على هذا الرسم. تقسيم الكائنات الحية، أولا إحنا ليه أساسا بيكون بنلجأ العلماء بيلجأ العلماء إلى عملية التصنيف ليه؟ الحقيقة لأن زي ما هو مكتوب قدام حضراتكم كده، وزي ما إحنا أكيد متوقعين، إن مفيش عالم من العلماء يستطيع إنه يكون ملم بكل دراسات الكائنات الحية، لأنها بتحتوي على أشياء كثيرة الحقيقة، من حيوانات لنبات لفطريات لطحالب إلى آخره، يعني كائنات كثيرة جدا، وبالتالي من الصعب بمكان أن يكون عالم واحد أحياء يغطي كل هذه المقررات، وبالتالي يجب أن يتخصص في جزء واحد بس. وحتى بعد ما يتخصص فيها، يعني فلنفرض على سبيل المثال أنه هو تخصص في علم من العلوم، مثلا علم الطحالب، هل يستطيع أن يدرس الطحالب كلها كل المجاميع الطحلبية من حيث البيئة بتاعتها والوراثة والفسيولوجي والتصنيف وهكذا؟ طبعا ده ما بيحصلش، وبالتالي يجب ان هو مثلا متخصص في بيئة الطحالب فقط، في فسيولوجي الطحالب فقط، في تصنيف الطحالب فقط وهكذا، فبيبقى تخصص ادق الى اخره. الكلام ده بيفكرنا مثلا في الطب، بيبقى الامور دي واضحة شوية، هل هناك الدكتور العام بيبقى لسه متخرج مش متخصص يعني، لكن بعد كده اكيد بيتخصص بقى في اذن، في انف، في حنجره، في كذا في كذا. حتى اللي بيتخصصوا بعد كده مثلا في العظام، بيبقى متخصص مش في كل عظام الانسان، في العمود الفقري، في الترقوه، في كذا، في الركبه، في الغضاريف. فالتخصص الدقيق دلوقتي بقى الحقيقه مطلوب، لان كمان ده بيساعد على ان الواحد بينجز عمله بمهاره عاليه. المهم اللي خلى الموضوع يكبر بالشكل ده كده، ان كثره الاعداد والانواع اللي ابتدت تزيد جدا، سواء من الطحالب او من المجاميع الاخرى، وكل ما زادت المجاميع الطحالب او الكائنات او الانواع بتاعت الكائنات الحيه، بيصعب على كل العلماء الاحياء ان هم يلموا بكل هذه الامور. طيب بننتقل بعد كده الى جزء اخر. اللي حصل ان لما زادت المجاميع التصنيفيه، طب ايه اللي زود المجاميع التصنيفيه؟ هنا يجي سؤال، ايه اللي زود المجاميع التصنيفيه؟ لان في الاول يا جماعه الخير ما كانش فيه غير مملكتين بس معروفين للانسان، مملكه الحيوان ومملكه الايه؟ النبات. فكان الموضوع لسه ده، لانه كانوا بياخدوا اشكال صفات ظاهريه فقط، زي ما هو واضح كده عند حضراتكم اهو، بياخد صفات الظاهريه فقط، فكان ياخد مثلا الشكل، اللون، الحركة، فكانت الصفات اللي بتستخدم، وناخد بالنا من التعبير، الصفات التي تستخدم لتصنيف وتقسيم الكائنات الحية، ده كان عددها قليل، وبالتالي كان التقسيم بسيط خالص. لكن لما ابتدينا ناخد بقى صفات تصنيفية أخرى
اللي احنا بنعتمد عليه في التصنيف، من معيشة لتركيب تشريحي لتركيب وراثي إلى آخر هذه الأمور، زادت بقى وأصبح هناك 5 مجاميع معروفة، اللي هم علم الحيوان أهو، والنبات والفطريات، مملكة الحيوان والنبات والفطريات والطلائعات إلى آخر هذه الأمور. لكن لو بصينا كده هنلاحظ حاجة غريبة قوي. لما احنا قلنا حيوان ونبات وفطريات وطلائعات وبكتيريا، الله، أمال فين الإنسان وفين الفيروسات؟ الحقيقة أعزكم الله، معظم الكتب التصنيف والسيستماتيك والخاصة بالتصنيف الكائنات الحية بتضع الإنسان مع مملكة الحيوان، للأسف يعني، ربنا يعزنا جميعا. لكن ده مش موضوعنا في هذا الفيديو. لكن السؤال اللي هو بقى المهم اللي نقف عنده، لماذا لا تعد الفيروسات من الممالك 5؟ ليه ما حطوهاش مع الممالك 5؟ طيب السؤال ده هنجاوب عليه بس في وقته، لكن لازم ناخد بالنا عشان احنا خدنا ملحوظه ان في 5 ممالك وهو مش من ضمنهم. اولا بنلاقي ان اي صفه تصنيفيه، يعني الصفه اللي هتستخدم في التصنيف، يجب ان يكون لها شروط. يعني ايه؟ يعني لو قسمنا مجموعه من الكائنات مثلا او الافراد الى مجموعتين، في قدامي مجموعه من الافراد من الاشخاص، واحد هيقسمهم لي الى ناس لابسين نظاره وناس مش لابسين نظاره، واحد هيقول لي طوال وقصيرين، تفتكروا اي راي من الاثنين اقدر اعتمد عليه؟ ايوه تمام، الراي اللي اعتمد على تقسيم بناء على الطول. ليه؟ اكيد كلنا عرفنا، لان اللي لابس نظاره سهل يقلعها، واللي مش لابس نظاره ممكن يكون لابس لينزس او عدسات او يعمل عمليه ليزك الى اخره يعني. وبالتالي هي صفه، ايوه الكلمه اللي جايه دي مهمه بقى، غير ثابته، يعني تتغير بتغير الظروف، وبالتالي ما اقدرش اعتمد عليها في التصنيف. يبقى اول شرط من شروط الصفات، الصفه التصنيفيه اهي، لما اتكلم على الصفه التصنيفيه، يبقى اول شرط من شروطها انها تكون ثابته. طيب لو افترضنا يا جماعه الخير ان كل المجموعه اللي قدامي في القاعه كلهم طول واحد مثلا، 190 185 ايا كان، هل اقدر استخدم صفه الطول اللي هي ثابته وقويه ويعتمد عليها في التصنيف؟ اكيد لا. ليه بقى؟ لان في الحاله دي لم يصبح لصفة الطول بدائل، يعني مفيش طويل وقصير، ده كله صفة واحدة، زي ما اجي اروح في منطقة كلهم شعرهم اصفر، ما اقدرش استخدم صفة لون الشعر عشان اقسمهم، او كلهم عينهم خضراء او والى اخره. يبقى لابد من شرطين، الشرط الاول انها تكون ثابتة ما بتتغيرش، الشرط الثاني يكون ليها بدائل. الحقيقة بقى مع تطور التقنيات ظهر حاجة غريبة وجميلة جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي التحليلات الكيميائية، استخدمت في مجال التصنيف الكيميائي. يعني ياخدوا انسجه النبات ويبتدي او الحيوان او الى اخره ويبتدي يحللوها، فبالتالي ظهر عندنا ما يعرف بالتصنيف الكيميائي اللي هو معتمد على المركبات الكيميائيه للكائن. والحقيقه زي ما كلنا عارفين ان كل الصفات سواء الظاهريه الداخليه الكيميائيه معتمده على حاجه مهمه جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي تركيب الوراثي، اللي هي الدي ان ايه، لان هو المسؤول عن اظهار كل الصفات بتاعه الكائن. وبالتالي لو جينا عملنا تحليل للدي ان ايه بتاع الكائن، اللي هي بنسموها بقى زي ما كلنا عارفين البصمه الوراثيه، وعشان كده بيستخدم تحليل الدي ان ايه في اثبات النسب او القبض على الجناه لو كان في عينات موجوده في ساحه الجريمه الى اخره، لانه لا يمكن اخطاؤه، زي ايه من ضمنها بصمه الايد، ما هي دي جايه من البصمه الوراثيه او الدي ان ايه، ده جزء منها، صفه من الصفات يعني، خلاص. وبالتالي يبقى كل الصفات اللي ممكن تستخدم بقى كيميائيه ظاهريه تشريحيه الى اخره عباره عن صفات تصنيفيه. الشروط احنا قلناها عباره عن شرطين. طيب نيجي السؤال الثاني بقى، هو ليه العلماء اساسا محتاجين يقسموا يصنفوا الكائنات الحيه؟ قلناها في الاول، لان اعداد الكائنات الحيه كثيره جدا، وبالتالي يصعب ان احنا واحد بس يدرسها، فبالتالي الحاجه الاولانيه تسهيل الدراسه، يبقى احتياج العلماء للتصنيف ده عشان ايه؟ عشان تسهيل الدراسة، واحد. اتنين، لما اقسم لمجاميع يبقى في سهولة ان اقدر اعقد مقارنات ما بين المجاميع المختلفة، الكائنات الحية المختلفة، من حيث اوجه التشابه واوجه الاختلاف. ازاي بعملية التصنيف؟ هو مش موضوعنا لكن هنتكلم عليه باختصار شديد، ان هو بيتم ملاحظة الكائنات في مكان ما وتسجيل الصفات كلها بقى، لون الشعر، لون كذا، لون الحركه، القوائم بتاعته، كل الصفات الظاهريه والداخليه بيتم تسجيلها، ثم يبتدي ترتيبها.
يعني هل اخد مثلا لون الشعر الاول، ولا اخد صفه الطول الاول، ولا ايه بالظبط، ولا شحمه الاذن مثلا كان في الانسان، او لون العين، او اخد ايه الاول. يبقى ترتيب الصفات ده مهم جدا يا جماعه الخير، عشان اقدر اعمل ما يعرف بالتصنيف اللي هو الثنائي، او المفاتيح اللي اقدر استخدمها في عمليه التصنيف. طيب مش ده كله هيتطلب ان لازم يكون كل كائن ليه اسم ومميز ليه؟ يعني ما ينفعش مثلا اقول هنا، اقول مثلا في مكان على اسم مثلا نبات معين او حيوان، ولا ايه بتسمى في حته تانية باسم اخر. يبقى هيتم التعامل معاه في الابحاث وفي النشر كانه كائنين، مع ان هو كائن واحد. ليه؟ كل بلد وكل مكان هينطقه بشكل. يبقى ده يتطلب تسميه موحده اللي هي التسميه الثنائيه، ودي هنجيلها حالا دلوقتي اهي. فبالتالي بنيجي بنشوف الايه؟ التصنيف بتاعنا الاول كما اهو بالشكل ده. احنا قلنا ان هو خمس ممالك، لكن الحقيقه ان جه تصنيف حديث اللي هو بيسموه دومينز، اللي هو فوق المملكه، ده التقسيم الحديث، وكان بالشكل ده اهو، وكان بالشكل ده. ايه بقى الشكل اللي قدامنا ده؟ عمل ايه؟ اولا قبل ما نروح للنقطه دي، اذكر حضراتكم بقى من مقررات سابقه ومعلومات عامه كمان، ان الكائنات الحيه خلاياها حاجه من الاثنين. كل الكائنات الحيه لازم فيها ماده تراثه، ده امر مفروغ منه، يعني معلومه معروفه. يبقى لازم بد ان يكون في ماده وراثه موجوده في الخليه. ماده الوراثه دي يبقى حاجه من الاثنين، اما بتكون محاطه بغشاء نووي فتعمل نواه حقيقيه وتبقى الكائنات اللي خلاياها بها هذا النوع من التركيب اسمها حقيقيات النواه، او ان ماده الوراثه سواء دي ان ايه او غيره بتكون مش محاطه بغير محاطه بغشاء نووي، فتبقى به بنواه بدائيه او غير حقيقيه النواه. غير حقيقيه النواه بقى وبدائيات النواه عملوا فيهم ايه؟ جم قسموهم بشكل اخر، عملوا ثلاث ممالك، حطوا مملكه فوق، حطوا الدومين الاولاني الفيرست دومين اللي هو فوق مملكه البكتيريا الحقيقيه، ودومين اخر يعني فوق مملكه اخرى اللي هي اشباه البكتيريا. يبقى في اشباه بكتيريا وفي بكتيريا حقيقيه. طيب والدومين الثالث، ما هم ثلاثه دومين اهو، اليوكاريا او اللي هي الكائنات حقيقيه النواه. يبقى فوق مملكه حقيقيه، يبقى كل حقيقيات النواه اللي هي الكائنات اللي الانويه بتاعتها داخل خلاياها حقيقيه حطوها في فوق مملكه واحده. مش احنا قلنا كان في خمس ممالك؟ ما هم الحقيقه حطوا الخمس ممالك اللي هم مين؟ الحيوان والطلائعيات والفطريات والنبات، اللي هم الاربع ممالك حقيقيات النواه، حطوهم في فوق مملكه، وخدوا المملكه الخمسه اللي هي مملكه البكتيريا قسموها لاثنين فوق مملكه، بكتيريا حقيقيه واشباه بكتيريا، وفي فروق ما بينهم هنتعرض لها ان شاء الله في محاضره او فيديو قادم باذن الله. يبقى عندنا 3 دومينز اوف لايف او ثلاثه فوق مملكه للكائنات الحيه، بكتيريا حقيقيه وتقسم الى مجاميع اصغر، وفي اشباه بكتيريا ثم فوق اهو. يبقى احنا عندنا البكتيريا فوق مملكه البكتيريا الحقيقيه اهي، دي فوق المملكه الاولانيه، ثم بنلاقي فوق مملكه اهي، وادي فوق مملكه اشباه البكتيريا بالشكل ده، ثم الاقي الحقيقيات النواه حاطينهم في الدومين او فوق مملكه ثالثه. وطبعا دي بتتقسم بعد كده الى مملكه النبات اهو بالشكل ده اهو، ممكن نعمل ده لون اخر بالشكل ده اهو، خلاص. يبقى اذا فوق مملكه النبات، وادي فوق مملكه الفطريات اهي، وادي فوق مملكه الطلائعيات تشمل بقى الطحالب وخلافه، ثم فوق مملكه الحيوان اهو. يبقى اربعه ممالك، متاسف مملكه مش فوق مملكه، مملكه الحيوان. يبقى انا عندي في فوق مملكه حقيقيات النواه بتشمل مملكه النبات والفطريات والطلائعيات والحيوان، وفي عندي اثنين فوق مملكه اشباه البكتيريا والبكتيريا. طيب لما نيجي بقى نقسم، احنا هنيجي بقى الرسم هنا اهو اهو، احنا قسمنا لكام فوق مملكه يا جماعه الخير؟ ثلاثه. ادي فوق مملكه حقيقيات النواه، وادي فوق مملكه البكتيريا الحقيقيه، وادي فوق مملكه اشباه البكتيريا. يعني في عندنا ثلاثه فوق مملكه حقيقيه، حقيقيات النواه والبكتيريا واشباه البكتيريا، خلاص. طيب لو تتذكروا ان فوق مملكه حقيقيات النواه كانت متقسمه لكم مملكه؟ النبات والفطريات والطلائعيات
ومملكة الحيوان أهي، يبقى أربعة، وكان دول لونهم أزرق أهو عشان نفكركم بيهم، أهو أدي اللون الأزرق أهو. يبقى فوق مملكة حقيقيات النبات كان فيها أربعة مملكة، النبات والفطريات وطلائعات، وأدي مملكة الحيوان. لو خدنا مملكة الحيوان اللي قدامنا دي أهي وابتدي قسمناها، تبتدي تتقسم بقى أكتر أهي، يبقى أدي مملكة الحيوان بالشكل ده أهي، واحدة من الأربع ممالك اللي موجودين في حقيقيات النواة، وابتدي نقسمها. يبقى فوق المملكة اتقسمت إلى ممالك. طيب المملكة تتقسم لإيه؟ لأقسام أو ديفيجنز، فايلم أو ديفيجنز حسب علم الحيوان أو علم النبات، الكلمة بتتغير. ثم كل قسم بيتكون من عدد من الطوائف أو الصفوف، ثم كل صفة أو طائفة بتتكون من عدد من الرتب، ثم كل رتبة بتتكون من فصائل أو عوائل، عائلات عوائل، ثم كل فصيلة بتتكون من أجناس متشابهة، ثم كل جنس بيتكون من نوع. يبقى أصغر وحدة في التصنيف هي النوع بالشكل ده كده أهو. نقدر نشوفها في تركيب آخر، أهو التركيب ده يوضح لنا أهو بالشكل ده كده أهو. هنلاقي نكبر كده شوية ونروح هنا أهو، يبقى النوع بالشكل ده هنا أهو، يبقى النوع عندنا الدب الأمريكي اللي هو ده مثال لعملية التصنيف بيبقى بالشكل ده، وهنشوفها ونقرب مع بعض كده، نبدأ من الصغير للكبير أهو أهو، نبدأ من الصغير. فنروح نلاقي إيه؟ نلاقي عندنا آدي نوع بالشكل ده، أصغر حاجة النوع، النوع اللي هو الدب. طب ما ده دب وده دب وده دب، بس ده الدب الأمريكي، طب وده الدب القطبي وده الدب البني، طب ما أفرق بينهم إزاي؟ من هنا كان لابد إن لكل نوع من الأنواع، يعني كل كائن حي يبقى ليه اسم مكون من إيه؟ شقين، مقطعين. مقطع بيمثل الجنس، ومقطع بيمثل الايه السبيشيز بالشكل ده كده. ولو لاحظنا ده هنتكلم عليه بالتفصيل، يعني نسيبها دلوقتي وهنتكلم عليه بالتفصيل. المهم ليه مقطعين، ما ينفعش احط تحتيهم خطوط بالشكل ده، لسبب، لان الاثنين مكتوبين بطريقه مايله، وده هنعرفه في جزء بعد كده. المهم نركز مع بعض. يبقى اذا ادي النوع بالشكل ده. طيب لما اجي الاقي نوع ونوع ونوع ومتشابهين، يعني ده نوع اهو، لما الاقي النوع ده الدب ده والدب القطبي والدب القطبي والدب ده، يبقى دي اجناس متشابهه، فاضطريت احطهم فين؟ في جنس واحد. يبقى الاجناس المتشابهه اتحطوا في جينس او في جنس واحد. طيب اجي الاقي ايه؟ اجي بقى ادي الدببه بالشكل ده، ادي الدببه اهي اللي هي اللي فاتت دي، التلاته دول اهو، لو انا شلت ده وشلت ده وشلت ده، الدببه دي اهي اهم. ايه اللي حصل؟ الاقي في حاجات شبيهه الدببه ممكن تتحط معاها، زي حيوان الباندا مثلا وهكذا. الباندا ده اهو شبيه بالدببه، يبقى دي حيوانات شبيهه بالدببه. عملت ايه؟ حطيت الاجناس المتشابهه، حطيتهم في فصيله واحده بالشكل ده وهكذا. هنا جمع لي الدببه بالشكل ده واشباه الدببه، وحط معاهم حاجات تانيه بقى اللي هي اكلات اللحوم، فابتدت العائلات المتشابهه تكون لي رتبه واحده، اوردر او رتبه واحده، يبقى الفاميليز عملت لي رتب وهكذا. اضيف عليهم بقى كمان هنا اهوت ايه، حط كمان الدولفين والحمار الوحشي، دخلنا بقى على الثدييات، فعملت لي طائفه او صف واحد. ثم ضفت لهم حاجة تانية، ده في الضفدع اهو الطيور وكذا، يبقى دخلنا على حبل شوكيات اللي ليها حبل شوكي، يبقى بنتكلم على القسم او الديفيجن بالشكل ده او الفايلم عشان ده علم حيوان. ثم الاقي كل ده ضاف لهم ايه؟ ده ضاف لهم كمان نجمة البحر والفراشات وكذا. يبقى خد مملكة الحيوان كلها كمملكة، يبقى احنا بنتكلم كده على مملكة بالشكل ده كده اهو. طب لما حط بقى غير الحيوان، حط مين؟ حطلنا النبات، مملكة النبات، ومملكة الفطريات، ومملكة الطلائعيات، دول ثلاث ممالك يا جماعة الخير، مع المملكة اللي فوق دي اللي هي كل ده علم الحيوان، دول أربع ممالك، أصبح بنتكلم على فوق مملكة اللي هي حقيقيات النواة بالشكل ده. يبقى إذا النوع أهو مستقل، الأنواع المتشابهة تعمل لي جنس بالشكل ده، والأجناس المتشابهة تعمل لي فصيلة أو عائلة، ثم تعمل لي رتبة، ثم تعمل لي صف أو طائفة، ثم تعمل لي قسم، ثم بيعملوا مملكة، ثم فوق مملكة
بالشكل ده. نشوف مع بعض التقسيم من تحت من هنا. ادي اسم النوع، النوع اسمه اهو بالشكل ده. خلاص، اسم الجنس اللي بيجمع الدببه كلها، يعني الثلاثه دببه دول اللي هو الاسود، دب الامريكي والقطبي وكذا، المقطع الاولاني ده واحد اهو، ثم اجمعهم في عائله واحده، عائله الدببه، ثم في كلهم مع بعض في رتبه مين، يبقى بعد العائله الرتبه، المفترسات او اكلات اللحوم، ثم احطهم في الصف اللي هو الثدييات، ثم احطهم في قسم اللي هو فقريات وحبل شوكيات، ثم مملكة الحيوان، ثم فوق مملكة. يبقى التصنيف بتاعي اهو بيبدأ من النوع بالشكل ده، الجنس اهو، ثم العائلة، وهكذا نستمر في التصنيف بتاعنا. نيجي نقارن ما بين الثلاثة دومينز اللي هي فوق مملكة بقى بتاعتنا، احنا لسه بدأناش في اي مملكة او اي شيء، احنا ده مقدمة. لما نيجي نقارن بين الثلاثة فوق مملكة اللي هي البكتيريا الحقيقية وأشباه البكتيريا وحقيقيات النواة، وأدي صفات المقارنة، فنلاقي إيه يا جماعة الخير؟ لما نيجي نتكلم على الغلاف النووي أو الغشاء، غلاف أهو أو غشاء، يبقى الغلاف أو الغشاء اللي إحنا بنتكلم عليه أهو، نلاقي في البكتيريا الحقيقية مش موجود، وأشباه البكتيريا مش موجود، لأن الاتنين دول غير حقيقيات النواة. يبقى ننتبه إن الاتنين دول غير حقيقي النواة. فين حقيقيات النواة؟ اهي لوحدها اهي، طبعا دي كلمة نواة بس دي خطأ اهي، يبقى حقيقيات النواة بالشكل ده موجود فيها. ثم نأتي للعضيات ذات الغشاء المزدوج اللي هي الغشاء بتاعها شبيه بالغشاء النووي، في غشاء طبقتين، برضو هنا مش موجود، هنا مش موجود، هنا موجود اهو. طب وجود مادة البيبتيد والجلايكان في جدار الخلايا، يعني جدار الخلايا دي سواء في الأشباه الحقيقية أو أشباه البكتيريا أو حقيقة النواة، المادة دي موجودة ولا مش موجودة؟ لا، موجودة في حقيقة البكتيريا بس اللي هي البكتيريا الحقيقية، إنما هنا وهنا مش موجودين. طب نيجي أنواع الدهون اللي موجودة في الجدار، الدهون في البكتيريا الحقيقية غير متفرعة، وفين تاني؟ وهنا في الحقيقيات النواة، إنما أشباه البكتيريا لا متفرعة. نيجي لبعض الانزيمات المميزه زي الار ان اي بوليمريز، الانزيم ده هنا موجود نوع واحد في البكتيريا الحقيقيه، انما موجود عده انواع في النوعين التانيين اللي هي اشباه البكتيريا وحقيقيات النواه. طب نيجي للتحسس او الاستقبال او الحساسيه ضد المضاد الحيوي الستريبتومايسين، طبعا دي هنا المفروض نقطه واحده، الستريبتومايسين او الايه كلوراميفينيكول، الاثنين مضاد حيوي دول لما احطهم من الخلايا دي هنا غالبا بيمنع النمو، في البكتيريا الحقيقيه لما احط لها دي في المزرعه هيمنع نمو ايه بتاعها فورا. يبقى اذا الاثنين مضاد حيوي دول لو اتحطوا يمنع النمو، انما هنا وهنا ما يمنعش نمو الخلايا. طب اللي فيهم قادر على نمو درجات حراره عاليه اعلى من 100، البكتيريا الحقيقيه لا تنمو، أشباه البكتيريا تنمو، وهنا كمان لا تنمو، يبقى دي بس اللي تنمو في درجة حرارة أعلى من 100. يبقى إحنا كده خدنا مقارنة ما بين الثلاثة فوق مملكة. طيب، نيجي بقى للي إحنا أجلناه شوية اللي هو التسمية الثنائية، وهنعرف ليه سميناها تسمية ثنائية. أولاً عشان أقدر أميز كل كائن حي باسم غير مكرر، اسم يبقى تمييز باسم غير مكرر وغير مشابه مع أي اسم في أي مكان آخر وبأي لغة، ده مهم جداً. أهو. يبقى اقترحوا تسمية تسمى التسمية الثنائية. ليه اسمها ثنائية؟ يعني اثنين، اسم الكائن بيكون مركب من مقطعين يا جماعة الخير، اسم مكون من مقطعين، ادي اول شرط. الشرط الثاني يكون باللغة اللاتينية اهو، بحيث يمثل المقطع الاول من اليسار اسم الجنس. وهنلاحظ حاجة كمان، انه بيبدأ بحرف كابتل اللي هو فين اهو، نشيل اللي كده اهو اللي هو باللون الاحمر ده مميز جدا اهو، اللي هو الحرف الكابيتال اهو. طب والكلمه الثانيه اللي هي الايه؟ السبيشيز، بالشكل ده حرف سمول، يبقى عباره عن مقطعين باللغه اللاتينيه، الحرف الاول اللي المقطع الاول الكابيتال، الحرف الاول كابيتال في المقطع في الكلمه الاولى، والكلمه الثانيه حرف سمول. طب لما اجي اكتب بقى باسيلس سبتايلس هكتبها ازاي؟ هعرف ان ده انجليزي ولا لاتيني؟ يجي بقى طريقه التسميه عشان اقدر اميز وانا كاتب نص انجليزي كده وفي تسميه ثنائيه، يا اما اكتبه قائم بالشكل ده
ويكون بولد يعني سميك، خط سميك. طبعا الالوان دي ما تبقاش موجوده، انا بس كاتبها عشان اوضح ان الحرف الاول دائما كابيتال، والحرف الثاني الحرف الاول هنا في السبيشز سمول او صغير. او ان اكتبه قائم برضو بس مش سميك، احط تحت كل واحد خط، مش خط واحد متصل، لا خطين، خط هنا وخط هنا. غالبا الاوائل اللي هو البولد ده ما بيستخدمش، اللي هو السميك ما بيستخدمش دلوقتي، نادر يعني. ودي بتتكتب لو انا بكتب بخط الايد، ليه؟ لان مش هقدر اميل ايدي يمين وشمال وهقدر اقعد اعيد تظليل، لا، فبحط خط. اما لو كتبت في الكمبيوتر زي ما احنا بنعرف دلوقتي كده، فبيتكتب مائل، اهو الخط هنا مائل ايتاليك، فمش محتاج لاعمله سميك ولا احط تحت خطوط. وما ينفعش استخدم طريقتين في نفس الوقت، يعني اعمله مائل واحط خطوط واعمله كمان سميك، لا، هي طريقه واحده فقط، ودي بتستخدم في الطريقه المطبوعه. والى هنا ناتي الى نهايه هذا الفيديو المبسط في مقدمه علم الاحياء والتصنيف والتسميه الثنائيه. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. والى ان نلتقي في فيديو جديد، اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.